مشاهدينا صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حوار مع كبار. النهارده هيكون ضيوفنا اللي مشرفينا في الاستوديو لاول مره دكتور ايمان عبد الهادي، اهلا بيك معالجه بالصحه النفسيه، صح كده؟ دكتور. دكتور تخاطب لا، ولا ايه صحه بقى؟ نفسيه. دكتور صحه نفسيه، ملوش علاقه بالتخاطب. في شغل ما بيننا، بس انا صحه نفسيه وعلاج هنعرف سلوكي. دلوقتي كل ده، بس احنا حلقتنا النهارده هتكون قويه جدا. هيكون كمان معانا استاذه مروه رأفت، معالجه بالقران الكريم ومفسره احلام. اهلا بنرحب وسهلا بيكي، بيكي استاذه، نرحب بحضرتك يا دكتور ايمان. اهلا طبعا بيكي. هيكون معانا دي اول فقره وهنتكلم فيها عن الوسواس القهري، وكمان هيكون منورنا الشيف رئيسه، بنرحب بيكي، اهلا سلام. بيكي. طبعا هتكوني معانا في الفقره الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. هنروح بقى للعلم والقران. ان شاء الله. النهارده احنا بنتكلم عن الوسواس القهري، فمبدئيا انا عاوزه اعرف ايه هو الوسواس القهري بالنسبه للعلم. عرفيني كده ايه الوسواس القهري، هل هو مرض نفسي، ببساطة مرض عضوي؟ عرفينا ايه هو. ببساطة كلمة وسواس يعني أفكار، تمام. قهري يعني أنت مجبر عليها، يعني وسواس قهري أفكار أنت مجبر عليها تعملها غصب عنك، تمام. طيب هي دي نوع من أنواع إيه؟ دي نوع من أنواع القلق، تمام. ده عضوي ولا نفسي؟ لا، هو نفسي، لكن بيدخل في جزء عضوي اللي هو بيكون أحيانا للوراثة أو التركيب العقلي للطفل او الانسان، يعني منذ الخليقه في اجزاء صغيره عن الطبيعه. تمام. طيب بالنسبه بقى للقران، في وسواس قهري روحاني اتكلمنا عليه قبل كده، بيبقى بينتج عن، ممكن يبقى واحد عنده وسواس ما عندوش اي سحر او اي مس او اي عيب، فلا ده متهيأله ان هو مراته بتعمل له سحر، او عنده وسواس مش قادر ياكل من اي حد، او عنده فوبيا من حاجه معينه، ده علاجه مش عندي. ساعتها بنقول ايه؟ روح للطب نروح النفسي. للطب النفسي. طيب فاحنا عندنا الطب النفسي بنشترك بقى، مع بعض في الموضوع ده. نسأل بقى الطب النفسي، انا مثلا ممكن ان يكون انت قلتي هو عبارة عن عادات بتنتج بنعملها نكررها مثلا، فده ينتج عنه الوسواس القهري. طب انا ممكن يكون في حاجة انا بعملها وبكررها، هل لازم تكون دي وسواس قهري فاوهم نفسي بده ولا مش شرط؟ مش ايه كل اعراضه بقى؟ سلوك انا ممكن اكون بعمله، مثلا انا عايزه اطمن ان انا قافله النور، ده مش بالظبط. وسواس، لكن لما كل 10 مرات او مليون مره اطمن ان انا قافله النور، ده ايه؟ ده يبقى يبقى وسواس وسواس. قهري. يبقى مش كل سلوك او فكره عندي تعتبر وسواس قهري، لكن المتكرره بشكل اوفر شويه 10 20 30 ده يسمى وسواس قهري. طب بينتج عن ايه؟ يعني الوسواس القهري ده بيجي، يعني كل مرض نفسي مثلا بيكون ليه اسباب، الوسواس القهري بينتج عن ايه؟ وهل في مثلا شخص ممكن يتولد بيه وعلى ما يكبر وهو طفل يكبر معاه الموضوع لحد ما يبقى كبير بيمارس الموضوع بشكل اوسع، ولا ملوش علاقة بالسن؟ هو حسب نوع الوسواس اللي عنده. الوسواس القهري انواع 6، تمام. الوسواس القهري بينتج عن ايه؟ بينتج عن حاجات كتير. ممكن زي ما قلنا يكون احد الوالدين او حد في الاسره عنده وسواس قهري، فالشخص المصاب وراثي. بيه يبقى وراثي، تمام. او ممكن الاسره نفسها عندها العادات السلوكيه دي، فيطلع هو خلاص هو كويس وكل حاجه، بس بيطلع عليها، يعني يطلع يشوف اسرته بالمنظر ده فيقلدهم كتقليد، تمام. فهو وراثي ومكتسب، تمام. وزي ما قلنا برضو التكوين العقلي، الخلايا المخ بتكون اصغر من الحجم الطبيعي فبيسبب اضطرابات، ومن ضمنها اضطراب القلق، ومن ضمن اضطراب القلق الوسواس القهري. طيب احنا قبل ما نروح لاستاذه مروه، احنا معانا مكالمه، احمد من اسيوط. الو، السلام عليكم. عليكم السلام استاذ احمد. بس في معانا واحده حالتها المعظم انا الفاشل، احنا اذا كانت مريضه نفسيه او مريضه وسواس قهري زي الزوار سيادتك، تمام. يعني ممكن تبقى في المطبخ سيادتك، تبقى قدام الحاجه تقول فين الحاجه دي، تبقى ايه قدام الحاجه بتسال عليها تاني. تمام. زي الدكتوره ما قالت، بصفه متكرره على طول، ولا مثلا يعني نظام التكرار بتاعها ايه؟ يعني ما هي ممكن تسال عادي، ممكن لا التكرار، يعني التكرار مرتين ثلاثه في الوقت بتنسى نفسه. على طول بتنسى على طول قصدك؟ تنسى. تنسى حاجه وفي نفس الوقت اللي بقى في حاجه ثانيه داخله في مرحله ثانيه، نفس المعامله هي تعملها معاكي. يعني هل الموضوع مضايقها يعني فهي بتسال، ولا انت اللي ملاحظ ده؟ لا هي احنا ملاحظين، احنا عليها كلنا ست، حتى هي لسه مكملش شهرين متجوزه، فشويه والتاني تقول بس ابويا امي ابويا، تمام. ممكن توضح كل شويه يقول لك امك. طيب أبويا. تمام. في تكمله للسؤال ولا تمام كده؟ هو تمام. بتحس بحاجات تاني غير ان هي بتنسى؟ بتحس بحاجات تاني؟ استاذه مروه
بتحس بحاجات تانية غير الحقيقة بتنسى بس يعني بتلاقي خيالات بتشوف حاجة في ضعف في جسمها ممكن الله أعلم إنه بيقول توفي الستة على صدرها كده هي وكانت قاعدة معاها ستها تمام هي الموضوع كله نسيان يعني هي عندها كام سنة؟ طيب شكرا طيب يعني انا بقول ان في ناس بتبقى من ضغوطات الحياه بتنسى كلنا بننسى طيب ده هل ده ليه علاج تعمل حاجه ولا ده ممكن يكون موضوع عادي اصلا هي انا فهمتش هو بيتكلم بيقول ايه يعني هو بيقول ان هي بتنسى وبتسال بتنسى على الحاجه كذا مره ممكن في نفس الوقت مرتين ثلاثه ده ملوش علاقة بالوسواس القهري ده نسيان ده ممكن تعمل تمارين للذاكرة ممكن وهي قاعدة تعمل حركة انفينتي دي بالقلم في ورقة وتعمل حركة انفينتي كده ده بيربط الفصين الخلايا بتاعة المخ الأيمن بالأيسر في تمارين للحاجات دي للذاكرة وفي وحسب سنها برضو مفيهاش حاجة روحي مفيهاش يعني وحسب سنها طيب نرجع لأستاذة مروة وعاوزة أعرف منك هل الوسواس القهري بيعالج بالقرآن؟ طبعا زي يعني ممكن يكون واحد جه عندي تعبان وما عنده مس او عنده سحر وتعالج وتعمل لها جلسه او تعمل له جلسه كذا مره فبيتهيأ له حاجات لسه لا لسه العقل الباطن عنده الحاجات المخافات اللي كان بيشوفها لسه مش قادر يطلعها من دماغه فبضطر اعمل عليه جلسه علاج بقران كذا جلسه واقول له انت خفيت او انت خفيتي فلازم تطلعي من دماغك كده يا اما كده بقى تروح بقى دكتور نفساني عشان يقعد يعمل معاك جلسات والحاجه اللي انت بتشوفها بقالك سنين انت مش بتشوفها مش موجوده لا انا تعبان انا لسه والله انت ما فيكش حاجه فاضطر اخليه يروح دكتور نفساني عشان يشوف الموضوع ده ايه انا خلصت علاجي معاك وما فيش حاجه دي تاني جمله تقوليها تكرريها انا بقول له مثلا روح لطبيب نفسي بالنسبه للطب النفسي هل الطب النفسي ممكن تنصحي عارفه ما قلت الطب النفسي ما ترضين يقول لك لا هل الصحه النفسيه احنا بنتكلم بالعاميه عشان الناس تقدر تفهمنا هي بتقول بقول له مثلا روح لدكتور يقول لك لا انا مش مجنونه مش هم زعلوا كده وبالذات في الصعيد يا دكتوره يعني بالذات الصعيد ممكن يقول مثلا مريض الوسواس القهري يروح لمعالج روحاني او لا عايزين بقى السؤال لازم اعرف ده لازم اعرف هل العلم الا بذكر الله تطمئن القلوب طبعا تمام احنا عندنا علم النفس الروحاني ده موجود كعلم تمام لان كلام ربنا هو اساس كل حاجه انا قريت تمام في المانيا واسبانيا والبلاد بالظبط فلا هو موجود هي بتبقى نظام ايه نظام يعني جزء من الاسترخاء فهماني برضو انت هربتي من السؤال هل ممكن تنصحيه يروح لمعالج روحاني او لا حسب المعالج ده اصل في انا فاهمه قصدك ان لازم يكون حد ثقه واستاذه مروه كانت معانا وقالت ازاي يعني انا رحت اطلع مع استاذه مروه علشان حاجه انا عارفه منهج استاذه مروه عامل ازاي صح بالظبط لكن لو حد تاني انا ما كنتش هطلع لان مش كل الناس بتستخدم القران صح صح انا اتكلمت في كده كذا حلقه برضه في دجل طيب قولي لي في 90% في شغلانه ده دجل هل في يعني حكم انا يعني لما جيت اعمل سيرش على الموضوع واقرا لقيت ان في ممكن حد يقسم على المرض اللي جاله الوسواس القهري في الدين انه ممكن يشكك في الدين وقريت عن حالات زي دي كتير فهل ده حقيقي هل هو ممكن يبقى جن مجوسي متسلط عليه ان ما فيش يخليه بقى ملتحد طيب هل يعني ده بقى لو هو مثلا مات على كده يعني انا اللي اقول ان ممكن يبقى ساعات ده وسواس قهري نفسي لا ده هو في حاجات كتير في المجتمع انا سؤالي مش هو ممكن يكون وسواس قهري نفسي انا سؤالي هنا هل هو فعلا بيقسم على ده يعني هو هيتحاسب على ده ولا لا لو في جني معاه لا مش هيتحاسب مش هيتحاسب لا ده السؤال لكن لو هو واعي بس في اضطرابات في المخ وعايز يتعالج وشويه واعي وشويه مش واعي لا هيتحاسب طبعا طيب دكتور مروه قالت دلوقتي قلتي للمكالمه اللي فاتت ان في تمارين للذاكره يرسم انفينيتي ودي هتقوي الذاكره معاها طب هل في تمارين للوسواس القهري ولا لا طبعا زي هي دي من ضمن قلنا في انواع للعلاج اول علاج واهم علاج هو العلاج النفسي السلوكي المعرفي زائد العلاج بالدواء تمام بيبدا معايا كمرشد نفسي ومعالج نفسي وبننتهي بالطبيب النفسي طيب لو ما نفعش احنا او بيساعد ده معانا ايه مثلا الاسترخاء القران التامل ما هي التامل دي روحانيات برضو تمام تامل في الملكوت زي تمارين اليوجا وكده ولا ايوه واليوجا طبعا تمام وفي موسيقى لو حد يعني مش مسلم او كده في ميوزك بتساعد الواحد للعلاج تمام طيب استاذه مروه قولي لي علاجه ايه بالنسبه للقران سماع رقيه شرعيه على طول والتزام بالصلاه والوضوء والطهاره
بس على طول. ده علاجه وان هو يبقى تملي في وسط ناس، لان في ساعات بيبقى جاي وسواس منطوي قاعد في اوضه ضلمه قاعد مع نفسه مش مختلط بالعيله كلها. لا انا لما بيجي حد يتعالج زي كده برجح يكون حد من اهله او اهلها معاه. لازم تطلعيها، لازم تخرج، لازم تشوفي الناس، لازم تتكلم، اوديها مثلا تروح تخرج تشوف المجتمع بره والدنيا بتختلف بالمدرسه. مثلا في بنت جت بالظبط جالها حاجه كده برضه، فلازم تطلع بالمجتمع وتروح المدرسه وتتكلم، لان ده ممكن يعمل مشاركه اجتماعيه. مشاركه اجتماعيه يعني حاجه انت ما تسمعلوش في ان هو مثلا بيطلب منك 20 مره تقفلي النور، لا انت طمنيه انا قفلت النور قومي اتاكد بنفسك. انا عايزه اقول لك جات لي حاله زي كده، حد عارفاه وعالجته تتعالجه كويس، لا مصمم ان يقعد في اوضه مع نفسه، مصمم ان بيشوف حاجات، يقعد يرسم حاجات. لا انت كده يعني لا دي بقى ممكن تكون وساوس. وانا هنا معايا سؤال، يعني احنا عاوزين نسمع راي دكتور مروه استاذه مروه ودكتور ايمان، لازم نسمع راي الاثنين. هنا في سؤال، يعني هو كذا سؤال من نفس الشخص. ف يعني اللي انا حاساه من الرساله ان هي الدنيا ملخبطه، يعني هي ملخبطه الدنيا. يعني هي مثلا هنا بتقول انا عندي احساس دايما باني مصدومه واهلي بيفرقوا بيني انا واخواتي، ودايما بخاف ان يكون باب الحمام مفتوح وممكن ايه اصحى من النوم لنفس السبب عشان اقفله لحد فتره معينه مستمره من حوالي 3 شهور من الساعه 9 لحد الساعه 12 بالليل. دايما بعيط وبيحصل لي خناقات كتير مع اهلي بس بكون غلطانه. حاليا بعاني من عدم ثقة اهلي فيا لاسباب متراكمة كتير منها. كل ده بس انا مواظبة على الصلاة عادي وبقرا وبفهم في الدين كويس. لا دي اكيد في سلوك معينة في الاسرة خلتها تحس كده، ان مامتها بتفرق عن اخواتها، مامتها بتعامل اخواتها احسن منها، فربت جواها عقدة نفسية ان هي خلاص ما بقوش يحبوني، فبقت بقى شايفة ان هم بيحبوا، بس ما فيش ام واب بيكرهوا اولادهم. لا بس انت لو تيجي تفهمي، يعني ممكن استاذة ايمان تكون دكتور ايمان فهمت شوية من السؤال، ان انت لو جيتي حطيتي المسجات فوق بعضها ان هي برضو في حاجة غلط هي بتعملها. هي عندها اضطرابات نفسية، خلي بالك. ايوه اضطرابات، هي عندها اضطراب نفسي. تمام. كروحاني لا، روحاني لا. لا هي عندها اضطرابات نفسيه. اضطراب ده ما تقراش قران وما تسمعش وما تصليش، ما بتقدرش تعمل حاجه دي. تمام، يبقى كده هي من الجانب الروحاني ما فيش حاجه. نسمع بقى دكتور ايمان. هي عندها اضطراب نفسي. تمام تمام. بس هو عندها قلق واكتئاب ووسواس قهري. ما هو احنا عندنا اضطرابات تبقى متصله ببعضها من الاهل برضه. طبعا اي اضطراب نفسي نتيجه التنشئه. تنشئه يعني في تفرقه ممكن، ان بتقولك هي بتحس ان هم بيعاملوا اخواتها او بيعاملوا اللي معاها احسن منها. هو ممكن ما يبقاش ده حقيقي. صح، لكن ده نوع من انواع النظره للذات. هي شايفه نفسها يعني نظره دونيه شويه. ممكن انا من وجهه نظري ممكن الاهل يكونوا مبذلين كل، يعني ما بيفرقوش. لكن هي شايفه ده، فده نتيجه نظره ذاتيه لنفسها. ممكن يكون في الراي دكتور، يعني ممكن تكون هي مش اسلوبها مش حلو معاهم. ممكن طبعا، لان احنا دلوقتي مش قاعدين مع الطرفين. صح، ممكن يكون يعني انا يعني ممكن هي من كلامها ان هي شابه يعني، فممكن عموما الوسواس القهري بيظهر اكتر مراحله في النساء. تمام، اكتر من الرجاله، وفي مرحله المراهقه وفي مرحله الشباب اكتر وقت. فطبيعي ان احنا ممكن يحصل طفرات كده شويه فنحس بحاجات مش موجوده، فده طبيعي طبيعه مرحله، بس دي نتيجه اضطرابات. اضطرابات. طيب احنا دلوقتي يعني خرجنا من موضوع الوسواس القهري، لو حد حابب يضيف اي حاجه طبعا ممكن يضيفها، بس عاوزين ندخل بقى لاتجاه تفسير الاحلام. طيب حضرتك مفسر. اسال بقى طالما الدكتوره معانا. طب يا دكتوره لو حد مثلا جالك دلوقتي، انت عالجتيه مثلا لمده كام شهر وبيشوف حاجات على الحيطه، وجالك وانت بتعالجيه لقيتي مثلا ايديه اتعورت مره واحده، او اتعورت مره واحده ازاي لوحدي، او ان هو مثلا كده اتعورت يعني شويه كده من تحت لتحت، يعني اتكتف التكتيفه كده لوحديها ومش طبيعي مثلا، او عيني نزلت دم او مناخيره نزلت دم. انتوا بتسموه ايه عندكم في الطب لما تكون حاجه زي كده؟ لا انا ممكن مناخيره تنزل دم شفت، لكن عينيه تنزل دم وعفاريت والجو ده ما شفتش. يعني ممكن لو حصل في حاجه زي كده دي في العلم بتقولوها ايه عندكم؟ او ان لقيت واحد عليه سلوكيات بتظهر غريبه. يعني هل هتعترفي ان ده مثلا ممكن يكون في جن او ملبوس؟ لا روحي تعالج مثلا عند استاذ الغرور، انت تروح عند اي حد غيري الصراحه. انا خايف. ما ده السؤال، هو السؤال انت بتقولي واحد يعني بتنزل دم ويجي لي؟ لا شكرا. هو السؤال لا هو بيتعالج وعامله جلسه معاه فجاه لقيتي تحول وبقى كده،
تشنجات لا موضوع التشنجات ده طبيعي في الاضطراب النفسي. تمام، انا في حالات بيحصل لها تشنجات لا اراديه في أيوة. طبيعي ولها علاجاتها. تمام، لكن عينيه تنزل دم دي مش عندنا. روح مع السبب، روح بعدي. انا مش هتجيش اصلا. هو سؤال برضو اللي هي حابه تساله وتعرفه، هل العلم او الطب هل هيعترف بوجود المعالج الروحاني وانه ممكن يؤثر في شخصيه حد مريض فعلا زي الطب ولا لا؟ القران بيعالج النفسيه زي ما قلنا، افلا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام، فلا هو القران يعني اساس كل حاجه، فيه شفاء للناس. وهو القران هو شفاء ورحمه للمؤمنين. تمام، واذا مريض فهو يشفين. وتفسير الاحلام عندنا له عامل نفسي كبير في تحليل الحاله، تحليل الكلينيكي للحاله. دايما انا بشوف ان عموما الطب النفسي او الصحه النفسيه او عموما اللي دايما بيتكلم بالعلم بينظر نظره لقدام شويه. يعني تقريبا كان زمان موضوع المعالج الروحاني والمعالج بالقران، طبعا استاذه مروه ضافت لنا كتير الحلقه اللي فاتت وقالت ان في دجالين بيتكلموا باسم القران، فهماني؟ فاللي انا دلوقتي عاوزه افهمه منك زي ما هي سالت، هل انتوا بتعترفوا بوجود ده او لا؟ بنعترف بوجود القران في علاج الحالات. طب والعالم الاخر بقى بتعترفوا بيه؟ الجن يعني؟ الجن، ما هو ربنا قال ذكره، لكن في اختلافات ما بيننا. تمام، تفسير الاحلام بقى سريعا، كنت حابه تضيفي حاجه في موضوع تفسير الاحلام؟ لان كذا حد سالني موضوع البحر، لما حد بيحلم بالبحر. موضوع البحر والتعابين. والتعابين البحر لما يكون بحر صافي وفي سمك مثلا، ده خير وخير وحاجه كويسه جايه لو هي بنت، ولو واحده مثلا مش بتخلف ده ربنا هيرزقها رزق. رزق. لكن لو تفسير الاحلام، لا مش مفسرة احلام، لكن هو جزء من العلاج النفسي عندنا، ان انت بتحلل الشخصيه، بتحلل الخط بتاعها، بتحلل احلامها، بتحلل تعبيراتها، كل حاجه. حلو ده جدا، حلو ده جدا. وكان عايز بس انا مش طب نفسي، انا صحه نفسيه. صحه نفسيه، ايه الفرق طيب عشان الناس تعرف؟ انا الصحه النفسيه هي العلاج النفسي العقلاني المعرفي السلوكي. تمام، الطب اساسه الدواء، انا ما بكتبش دواء، الطبيب هو اللي بيكتب الدواء. لكن انا عليك حالات ادمان، انا عليك اضطرابات ما بعد زواج المسيار. البنات اللي بتشتغل في الحاجات دي بيبقى عندها اضطرابات نفسيه للاسف يعني، بس ظروف المعيشه هي اللي بتجبرها على كده. عليك وسواس قهري، عليك اكتر من حاله وسواس قهري. ده وللاسف في ناس بتبقى فاكره نفسها وسواس قهري وهي مش وسواس قهري ولا حاجه، هي بدايه مرحله اكتئاب. طيب، لان الوسواس ليه علاقه بالاكتئاب. احنا طبعا فقرتنا خلصت وانا مبسوطه بيكم جدا. طبعا كان عاوز حلقات وحلقات وحلقات، واي حد حابب يسال في اي حاجه فممكن يتواصل مع استاذه مروه ودكتور ايمان. انا بشكركم جدا جدا وبتمنى لكم مزيد من التالق والنجاح، وان شاء الله مع بعض باذن الله. بشكركم جدا، شكرا استاذه مروه رأفت، شكرا دكتور ايمان. شكرا مشاهدينا، انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين في برنامجنا حوار مع كبار، بس الفقره دي هيكون معانا صغار مش كبار، صح ولا ايه؟ رماس وامل، صح كده؟ ازيكم عاملين ايه الاول؟ الحمد لله. عاوزاكم الاول تعرفوني بنفسكم. رماس، انا قولي لي اسمك ايه وعندك كام سنه؟ اسمي رماس، عندي 8 سنين. امل، اسمي امل عبد الرحمن البيطار، سفيره الطفوله والتحدي العالمي لمنظمه صوت المراه الجزائريه للاستثمار وجامعة الثقافة والفنون العربية. كم سنة بقى؟ عشر سنين وثمان سنين. طبعا انتي قدمتي نفسك بطريقة يعني احييكي عليها. هنروح لرماس الاول، نسمع رماس ونشوف رماس الاول هتقول لنا انتي نفسك لما تكبري تطلعي ايه؟ نفسي اطلع دكتورة او مذيعة برضو، ابقى اقدم برامج. طب انتي زعلانة ليه؟ أنا؟ ايوه ضحكتك حلوه اهي. طيب قولي لي، انت قلتي لما تكبري نفسك تطلعي دكتوره او مقدمه برامج. طيب قولي لي بقى انت موهبتك ايه؟ موهبتي التمثيل. تمثيل، تحبي مين بقى من الممثلين يا رماس؟ منى زميل غانم وإيمي سمير غانم. سلام، تشوفك ممثله لما تكبري ولا مش عاوزه؟ ان شاء الله لو احنا صغيرين بس. لا احنا كبار كمان؟ كبار. طيب قولي لي انت النهارده هتقدمي ايه؟
النهارده هقدم لكم مشهد من مسلسل نيلي وشيريهان. طب احنا عايزين صوت عالي شويه، الممثل صوته عالي كده وجهور، صح؟ طيب يلا. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. تمام. النهارده جاي اعمل لكم مشهد من مسلسل نيلي وشيريهان، يلا نبدا. هتقومي تقفي؟ لا بلاش بلاش نقف، او ماشي خلاص بس ما نتحركش. ليه شريهان يا حبيبتي اصحى من النوم الاقي فيو حبل غسيل متنشري في الحمام؟ اولا جميل. الحمام ضيق يعني مش مكفي هدومي، انا الشرفان. انا على فكره الحمام مش ضيق خالص، انت اللي هدومك كتيره او مش معقوله بنت تلبس كلها فوق بعض. انت هتحسزني ولا ايه عشان لبس كتير؟ وبعدين يا استاذه يا بتاعت الفاشون مدام امينه شلبي قالت لما تلبسي طبقات كتير كده فوق بعض ده يبقى من ضمن الموضه يا جهله. اي ده وانت ان الست قالت كده، انت اللي من جهلك فانت غلط. ما تحاسبي بقى حيوانه هتوسخين بنتي تمسؤولي يا ماسة بتاعت المبلوله، ممكن اكتم بها نفسك زي الخلقه وانا عايزه ولا تفرقي معايا، ده انا حتى مش عارفه انشرها فين. ايه القمر ده؟ مش نحييها يا امل، برافو عليكي، ايه الشطاره دي؟ مين اللي دربك بقى؟ انا عارفه بقى ان انت يوتيوبر جامده جدا على اليوتيوب، صح كده؟ قولي لي بقى مين اللي دربك على المشهد الحلو ده؟ انا كنت بتفرج على التلفزيون دربت عليه لوحدي، لوحدك؟ كل شويه بسمعه، فكل شوية مستلاه وأقوم عاملة فيديو كل شوية. وماما؟ لحد ما حفظته. وماما كانش ليها أي دور؟ لا لا، ده بدل ما نشكرها مش هتقولي لماما شكرا وتوجهي لها كده رسالة على هي نهار. شكرا علشان يعني عشان هي قدمت. بصي للكاميرا بقى وقولي لها بس نتي. هي شكرا علشان هي قدمت لي في البرنامج ده، انا كنت كان نفسي قوي طول السنة كنت نفسي اطلع ممثلة. طيب نقول لماما بقى ان احنا بنحبها قوي، يلا نبص للكاميرا. بحبك قوي يا ماما وانا بشكرك على كل حاجه انت بتعملها لي. ايه الجمال ده؟ ايه القمر ده؟ شطوره يا ريماس، وان شاء الله لما تكبري كده نشوفك دكتوره قد الدنيا. نروح بقى نسمع امل صاحبتنا، ايه رايك؟ امل يلا قولي لي بس الاول، استني قولي لي بس الاول هتقدمي لنا ايه؟ انا هقدم قصيده. قصيده؟ اه قصيده بقى بعنوان ايه؟ او قصيده مين؟ هي قصيده بعنوان انتباه. قصيده بعنوان ايه؟ انتباه. انتباه. طب احنا ممكن نقدمها واحنا قاعدين ولا ايه؟ لا ممكن اقف عشان المايك. طب اقفي، طب اقفي بس ما تبعديش يعني، اقفي بس اقفي طب. اقفي في مكانك. انتباه انتباه، تعظيم سلام والف كلمه احترام. انتباه تعظيم لجدي ولو مش عارفه اسمع يا فندي، جدي مات يوم انتصارنا كان هناك ماسك علمنا، حالف بالله ما يسيبه حتى لو روحه طلعت حتة حتة. وكان عنده صاحب في السويس شخص عادي لكن حسيس، ضحى بنفسه عشان ولاده، ضحى بنفسه عشان ولاده يرفعوا راسهم ينادوا، يقول ابونا ما تشهيك، يقول ابونا مات شهيد ورفض يسيبنا نعيش عبيد. انتباه انتباه تعظيم لوالدي، حالف يرد الجميل لجدي، راح وعمر ارض سينا وعينه ليل ونهار علينا، انا واخويا وابن عمي وصاحب اللي في البيت اللي جنبي، راح وعمر ارض سينا وعينه ليل ونهار علينا. في المدارس والجامعات عايزنا نبقى مدرعات، عمل مصانع للرجال بعون الله تشيل جبال، وعنده حكمة وله وقار ونفسه يبقى في كل دار، جنود أسود في عيونها نار. ادي جدي وادي ابويا وادي عمي وادي اخويا، لما اشوفهم باحترام برفع راسي لفوق واضرب لهم تعظيم سلام، تعظيم سلام والف كلمة احترام لكل جندي في أرض بلدي، روحه في إيده والشهادة عيده، إن كان مشاه أو حتى صعقة، سلاح إشارة أو قوة خارقة، حرس حدود ومخابرات، مدفعية مدرعات، دفاع جوي ومقاتلات، زي الأسود لازم تسود، كلمة بقولها وصوتي عالي ومش بخاف من أي غر، البلد دي ترابها غالي وطعم لحم ولادها مر،
كلمة بقولها وصوتي عالي ومش بخاف من أي غل. البلد دي طربها غالي وطعم لحم ولادها مر. انتباه تعظيم سلام. شكرا. ايه ده؟ مش المفروض نشجعها يا رماس؟ مش شجعتنا برضو؟ ايه الجمال ده وايه الاداء ده؟ انت قلتيلي مين اللي مدربك؟ انا اول ماما كانت بتدربني وتشجعني، وبعدين احنا قعدنا على الفيس قابلنا بابا دكتور عمر اكرم يوسف. ده بيدربك قلتيلي من الجزائر. اه. طب ايه موضوع سفر امريكا بقى ده يا ست امل؟ دكتور عمر اكرم يوسف ودكتوره سامي، انا كنت داخله مسابقه للجزائريه للاستثمار، وهو جالي يعني انا كنت بقول وهم وروها ملك باسل امريكا. صح كده، رحت حفل عطاني شهاده باسل امريكا. بنت الفيوم بقى، صح ولا ايه؟ اه. بشكرك جدا جدا. حابه توجهي اي رساله لماما قبل ما نختم الفقره؟ انا بقول لماما شكرا، وبقول لبابا عمر شكرا، وبقول للدكتور عمر شكرا، وبقول للدكتوره سانية شكرا، وانا بقول لكم شكرا جدا ونورتوني النهارده، وان شاء الله نكون مع بعض في حلقات كتير. شكرا رماس، شكرا امل. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل وفقره المطبخ.